فضل الصلوات الخمس وأنها تمحو الخطايا. الفائدة الثانية فضل الله ورحمته بهذه الأمة. يعني أنا أسألكم سؤالا يا إخواني وأخواتي، بالله عليكم الإنسان الذي لا يصلي كيف سيأتي يوم القيامة محملا بأثقال ذنوبه التي لم تكفر عنه؟ تخيل أنت، يعني ترى أنت من رحلة بداية الوضوء حتى تنتهي من الصلاة أنت في مغسلة من الذنوب. ترى أنا اسمحوا لي على التعبير المعاصر، يعني مغسلة مثل ما تودي السيارة تحطها تحت المغسلة وتغسل، من حين تبدأ الوضوء إلى أن تنتهي من صلاتك وتحضر الصلاة الأخرى ما لم تنتهي كبيرة، فأنت في مغسلة تحت مغسلة الذنوب والمعاصي، مغسلة تغسل التغسيل. أليس مر معنا أن الإنسان إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه حتى تخرج مع آخر قطر الماء، أو قال مع آخر قطر الماء حتى من تحت أظافره، وكذلك إذا غسل وجهه ورأسه ويديه وإلى آخره. فرحلة الصلاة، والرجال يزيدون على ذلك، أن خطواته إلى الصلاة أنه بكل خطوة أجر ويكفر عنه سيئة وترفع له درجة ذهابا وإيابا. فرحلة الصلاة رحلة كفارة عامة للذنوب. فالسؤال كيف سيأتي الذي لا يصلي، كيف سيأتي يوم القيامة؟ سيأتي بأثقال تكسر ظهره يوم القيامة من الذنوب والمعاصي. فهذه الصلاة من أعظم الصلة بين العبد وربه، وذلك كانت صلة لأن إصلاح، لأن ما الحاجز لك يا أيها العبد بينك وبين ربك؟ الذنوب والمعاصي. الحاجز الذي يحجزك عن ربك ويضع عليك الحجاب الغفلة ولا تستطيع الوصول إلى فضل الله ورحمته هي الذنوب. وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام عن آثار الذنوب والمعاصي في الداء والدواء لمن حضروا معنا الدورة. فأنت في رحلة الصلاة قاعد أنت شغال كذا، تغسل نفسك، تغسل كذا، تتصبب هذه المعاصي عنك. أزيدكم فضيلة على فضيلة، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الإنسان إذا دخل في الصلاة جيء بذنوبه فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد نزلت عنه، كلما ركع أو سجد نزلت عنه. هذه إيش؟ فضيلة على فضيلة، لا يزهد فيها إيش؟ إلا محروم، لا يزهد فيها إلا محروم.